احنا اصبح الملك لله ولا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله. احنا بسوق ابو حمص يوم الثلاثاء ومعاكم قناه المواشي اليوم يوم 5/9/2023، وتعالوا نشوفوا العجميات الجاموس اللي تحت العشر مع المعلم عبد السلام نكل العنب تيه البارود محافظه البحيره. اللهم صل عليك يا نبي. صباح الفل يا معلم عبد، عامل يا غالي؟ بسم الله ما شاء الله، تحت العشر كله. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله، العجميات الجاموس اللي تحت العشر يا جماعات، بسم الله ما شاء الله، الله يبارك لهم التجار بتوع نكلة. اللهم صل عليك يا نبي. بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر الله اكبر. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله يا صاحب ابو العبد اللي قاعد. اللهم صل عليك يا نبي. اللي يشوف المال ده يذكر الله ويقول لا اله الا الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. كم عبد الاولانيه دي؟ 33,500 يا جماعة تحت العشرات. بسم الله ما شاء الله على المال، الله أكبر. الضر والحلبات بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. اللي فرحها ده معلم عبده؟ زيه 33,500 برضه. بسم الله ما شاء الله، 33,500 يا جماعة، بسم الله ما شاء الله، الله أكبر. التالتة ده معلم عبده؟ 34,700. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله أكبر، الله أكبر. الاثنين مع بعض دي 57,000. بسم الله ما شاء الله، 57,000 الاثنين يا جماعه. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي. اللي عايز العجميات اللي تحت العشر الجاموس مع تجار نكله العنب تيل بارود، الله يبارك لهم المعلم عبد السلام. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل عليك يا نبي، الله اكبر على الماء. بسم الله ما شاء الله، مال يا جماعه، صلاه النبي عليه، ربنا يبارك للمال واصحاب المال وصاحب النصيب اللي هياخد المال. عود بقك على ذكر الله، ربنا يبعد عنك البلاء، قول لا اله الا الله، لا اله الا الله سيدنا نبينا محمد رسول الله، الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. معكم حاجه ثانيه عبده؟ لا. طب ادينا الرقم. 012 20 655 655 954 954. الله يبارك لك يا عبد ويصلح حالك وحال الجميع. 010 رقم اخر كام يا عبد؟ 010 28 79 26 47. اي حد يتواصل معاكم تابع قناه المواشي اليوم عبد، بالله عليك تعملوا معاه واجب. الله يبارك لكم ويصلح حالكم وحال الجميع يا رب، اللهم امين. اللي عايز العجميات اللي تحت العشر يا جماعه، بسم الله ما شاء الله على المال، الله اكبر، الله اكبر. ما تنسوش اللايك والاشتراك لقناه المواشي اليوم عشان يوصلكم الاسعار يوم بيوم. اشكركم على حسن المتابعه داخل مصر وخارج مصر. هنسيبكم في رعايه الله وامنه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.